أهلا بكم، أهلا وسهلا في نهاية المحاضرة 11 من هذا الكورس. واليوم بانتهاء هذه المحاضرة فقد انتهينا من هذا الكورس للطلبة من كل دول العالم. وبداية أبدأ بدولة سوريا الشقيقة، نموذج فوق الرائع فوق الرائع. محمد نور من دولة سوريا، طفل عنده 12 سنة في أولى إعدادي، له قصة جميلة جدا في دراسة اللغة الإنجليزية. هذا هو عبقري الغد. وعندما أتكلم عن عبقري الغد فأقول كده إن محمد نور انتظروه، وأنا أسميه أينشتاين، بمعنى كلمة أينشتاين تتقال على هذا الولد. أنت يا ابني لو في أمريكا، الدولة هنا هتدخلك للكوميونيتي كوليج تحضر كلاسات. لو في أمريكا هيدوك حاجات كتير جدا جدا. ولكن محمد نور حط رجله على السلم الصح، وإن شاء الله يا محمد أنا معاك لحد ما تحقق النجاح. ومش ليا بس، أنا فخور بيك جدا جدا جدا، أنت عامل شغل يا ابني حلو قوي 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 في الكورس ده. ومحمد نور ما كانش كده، محمد نور عمل قفزة حلوة قوي قوي، أنا شديت عليه جامد في الكورس اللي فات. فمحمد نور فاجئنا بشغله حلو قوي قوي، فيديوهاته الرائعة بيقلبني بطريقة جميلة جدا. بروفيسور محمد نور بيشرح الجرامر بطريقة رهيبة جدا، ولد عنده تالنت رهيب. أهلا بيك يا محمد، اتفضل يا محمد. محمد نور، هاي دكتور. أهلا بيك يا حبيبي محمد. أنت اتعلمت حاجة في الكورس ده محمد؟ وإيه اللي بيحصل معاك في المدرسة؟ مستواك زاد في اللغة الإنجليزية؟ حبيت الإنجليزي يا محمد؟ وإيه اللي أنت عامله المستوى الحلو قوي ده يا محمد؟ يعني أنت بتذاكر كام ساعة حبيبي في اليوم وفي الأسبوع؟ قد إيه؟ Yes, about 3 or 4 hours in the day. Okay. 4 hours per day. That's in four when hours I start times the seven. Course. Okay, go ahead. I'm listening. Yeah, this course given me it's given me a lot of vocab, and you put us under pressure, and you improve our communication skills and listening skills. Okay, writing and its friends. So if I complete with you, I will be good in English. And now I'm good in English because you give me self confidence. I could anyone can speak English with the foreign in my case. So when I start the course with you, I wasn't good as this now, as now, because I don't was very self-conscious. Now probably very good. I'm very I can't say to you anything because you improve all the things in my self. Okay. Improve all the things. I mean self-confidence, speaking confidence. I was maybe in the past I was having forgiving. Now no, because you give me self-confidence. So in my school is very good because I know a lot of things. It is in my own book. Okay, great. So you have very good self-confidence, and for sure in the near future you're working hard to achieve your ultimate goal. Thank you محمد. انت محمد هناك يعني المدرسة حاسة بايه يا محمد معاك؟ يعني لسه برضو في غضبانة جدا لما تيجي تتكلم انجليزي في الفصل ولا ايه؟ Actually you don't go to school now because we don't have school. Okay, so you didn't go to school now because COVID-19. Right. Okay محمد. Thank you so much محمد. I wish you the best and keep going محمد. You're doing great job. Thank you محمد. ومن دولة سوريا أنتقل إلى معانا مدرسة جميلة جدا وهي نسرين. أهلا بك يا أستاذة نسرين من سوريا، أهلا بك. أهلا دكتور نسرين. أنت مش أول طبعا كورس تاخدي معايا، لكن نسرين أنا عايز أعرف يعني أنت خدتي كورسات في سوريا، وإيه اللي حصل لك يا نسرين؟ أنت مدرسة طبعا هناك في سوريا، إيه اللي حصل لك من الدراسة معايا للغة الإنجليزية؟ تفضلي يا نسرين. دكتور
طبعا فرقت معي كثير، لأنه محاضراتك قد ما عم أدرسها محاضراتك غنية كثير، يعني كل ما عم أدرس عم أكتشف فيها شغلات جديدة، عم تزيد علي شغلات جديدة، سواء يعني بتحسن النطق عندي، بتزيد الفوكاب عندي. دائما بتحتاج مني إني مثلا أعطيها وقت زيادة، أبذل جهد عليها زيادة، لأنه أنا كل ما أرجع لها عم أستفيد من أول وجديد. يعني ما عم أحس في ملل بالمحاضرات، كل ما أدرسها أنا أحس لسه المحاضرة تحتاج مني إنه مثلاً أرجع أستفيد منها وأرجع أخذ منها شغلات جديدة، لأنه محاضراتك تكون غنية كتير. حسيتي ان طبعا انت طبعا مش اول كورس تاخديه معايا، ولكن انت مش متخصصه في اللغه الانجليزيه، فحسيت لما كنت بتتكلمي مع اللي هم متخصصين في اللغه الانجليزيه حسيتي مستواك عامل ايه يعني السنين هنا في سوريا؟ فرق كتير، يعني انه او مثلا اذا بقول فوكاب واحد بلاحظ اللي حواليه هيك بيستغربوا انه واو، من وين جابت هالمصطلح، من وين جابت هالتعبير. فحتى انا كنت اتفاجئ انه يعني هو معناته الشيء اللي انا هلا عم ادرسه وانا لسه بالمستويات الاولى، كل هذا انه واو هاي يعني. ولسه ما خدتيش حاجه ولسه ما خدتيش. ايوه صح. انا فرحان بيكي اولا، من الناس اللي هي مجتهده جدا جدا جدا، ما فيش مره ما بعتتش واجب، ما فيش مره ما عملتش اساينمنت، ما فيش مره يعني حاجه، فعلا 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 نموذج للسيده العربيه المجتهده وعندها هدف شغاله عليه ومستواها اتحسن بطريقه جميله جدا جدا، بتذاكر وبتشتغل في سوريا، نموذج حلو قوي للسيده العربيه السوريه. انا اشكرك يا نسرين، واهلا بيك في كورساتي، وانا عارف ان انت معايا، انا عارف مستمره معايا، انا عارف ده كويس قوي، اهلا بيكي، وانا فرحان بيكي يا نسرين كتير جدا جدا جدا. نسرين اهلا بيكي. وانا اشكرك كتير يا دكتور، اشكرك كتير، واتمنى اكون قادره اني استمر ان شاء الله عشان اصل اللي بدي اياه واصل للنهايه. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا بيك يا نسرين. معايا طبعا من سوريا ومعايا نموذج حلو قوي قوي من الكويت، مصريه وعايشه في الكويت، مش اول مره تدرس معايا كورسات، ماجي باديه معايا من البدايات، هي مدرسه في دوله الكويت. وطبعا لما نقول الكويت فتحياتنا الى القنصليه الكويتيه بالولايات المتحده الامريكيه، وتحياتنا للعاملين المصريين سواء الاطباء المهندسين المدرسين، فماجي هي من ضمن المدرسين اللي شغالين في الكويت. اهلا بيك يا استاذه ماجي. اهلا يا دكتور، ازيك؟ ماجي، ايه اللي حصل بالظبط معاك يا ماجي في الكويت من دراستي معايا في اللغه الانجليزيه؟ والله دكتور انا بالنسبه لي كانت طفره غير خالص، اختلاف في كل حاجه، في الكلمات، في الحروف، في مخارج الحروف، حتى مخارج الحروف مش بس لغه عربيه، مش لغه انجليزيه، لا ده كمان مخارج حروف اتغيرت معايا في اللغة العربية. فدي كانت تغيير جامد معايا جدا. محاضراتك ما مشوقة، ما بتشبعش منها، كل محاضرة هكمل مع نسرين، فعلا غنية بمعلومات ثقافية تعليمية، تاخد experience في حاجات كده، تحس انك متنوعة فما بتزهقش. لدرجة انا دكتور من الناس العاشقة للتلفزيون في رمضان، بس بسبب الكورس ده عشان داخل رمضان حسيت لا اني لا ناحية الكورس والدراسة وناحية المحاضرات بتاخدني اكتر من التي في، ودي اول مرة في حياتي لا ابعد عن الجزء ده وارجع لا اختار التعليم واختار الدراسة. فشكرا يا دكتور جدا للتغيير اللي انت عملته في حياتي، وانت أول مدرس في حياتي كلها، مش أنا كبيرة سنة، بس أول واحد في حياتي غير لي مجرى تفكيري عن اللغة الإنجليزية، حببني فيها. الكورس ده بالأخص كان تقيل، بس كان بالنسبة لي مفيد جدا، لأنك أنت دست على النقطة المشكلة عندي في الجرامر. أنا قلت لك قبل كده فنقطة دست على النقطة وأنا كنت خايفة إنها هتتعبني، بس بصيت لي لأ بتدينا المعلومة بسلاسة بطريقه فعلا تدخل، مع ان انا حاسه ان الكورس ده مقصره شويه، بس ان شاء الله لا هكمل هعدل.
ان شاء الله. انت يا ماجي خدتي كورسات قبل ما تجيلي؟ يا ماجي خدتي كورسات هل في الكويت ولا في يعني في دول تانية؟ انا عارف ان انت خدتي كورسات لغة انجليزية مش كده؟ يا دكتور، واكون صريحه معاك في البدايه قبل ما اخش الكورسات، يلا خليني اجرب، بس كنت حاطه في دماغي بس هو كورس واحد بس اللي هخشه معاك. فوجئت اني لا، عايز اخش الكورس الاول والتاني، وعايز اكمل، وان شاء الله هكمل معاك. لا، اللغه معاك ممتعه، متنوعه وممتعه. ربنا يخليك، اشكرك طبعا يا ماجي، وطبعا بالتوفيق دايما في حياتك في دوله الكويت، وتشرفي مصر في الكويت يا ماجي، وانا سعيد جدا بيك يا ماجي، وانت نموذج مشرف جدا جدا لسيده مصريه تعمل في الخارج مصر وتشرف مصر. شكرا يا ماجي، بالتوفيق دايما. ومعايا معايا نموذج حلو قوي من السويد، معايا نموذج رائع، وهي حياتها كلها عايزة تكون مدرسة في دولة السويد، وقالت لي كده ان انا داخل اجرب. خلي بالك اللي بيجربني مرة بيدمني، انا عشان تبقى فاهمة. معايا نعيمة من دولة السويد، اهلا بيك يا نعيمة. اهلا بيك. انت بتدرسي ايه في السويد يا نعيمة؟ انا خلصت المواد اللي دخلني على الجامعه، وباقي لي الانجليزي. طيب انت لما جيتي لي دلوقتي الكورس دوت، هل افادك في حياتك في السويد؟ هل افادك الناحيه العلميه الثقافيه اللغويه، افادك في حياتك؟ انا مشكلتي ما عنديش مع من احكي، فاكيد افادني اكيد افادني، حسيت انه استفدت، بس ما بتكلمش انجليزي، يعني ما عنديش مع من اتكلم صراحه. قصدك علشان انت قاعده في السويد ما بتمارسيش اللغه؟ ايه، مستوى الانجليزي اللي انت خدتيه في السويد مقارنه بالمستوى اللي انت خدتيه معايا، في تقدري تقولي كده في فارق؟ في مستوى، المستوى عندي زياده قليل ايه؟ هي الحقيقه احنا عندنا في السويد هنا عندنا الدراسه، يعني الامتحانات صعبه، فانا دخلت عندك لاني ما كانش عندي تحفيز باش ندرس، فدخلت معك حتى يكون عندي تحفيز للدراسة. طب ودلوقتي عندك تحفيز للدراسة؟ أكيد أحب أحب يعني معنى كأنك أدعم استفدت. أكيد تمام، شكرك طبعا نعيمة، وبالتوفيق دايما لحياتك. ومعانا من شكرا النموذج جزيلا الجاي دوت، النموذج اللي جاي ده حلو قوي 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 قوي، من عندنا هنا من أمريكا. ازيك يا أستاذة باسلة؟ أهلا يا دكتور، أهلا فيك. النموذج ده طاقة رهيبة جدا جدا جدا، وبأمانة أنا بقول لك يا باسلة برافو عليكي، برافو عليكي، أنا فخور بيك يا باسلة، برافو عليكي. بتشكرك يا دكتور، بتشكرك. طاقة رهيبة، معايا فولو أب، معايا اتصال، معايا دايما أرض خصبة بكر، عطشانة للمعلومة، عطشانة للغة الإنجليزية، برافو عليكي. أنا يعني أنا بصي أنا عندي قوة ملاحظة رهيبة للبني آدمين، لكن اللي أنا بقوله لك ده بس لا، هو أنت نموذج حلو قوي، عندك طاقة رهيبة، عطشانة للتعليم، عطشانة للغة. احكي لي يا باسلة إيه اللي حصل في الكورس ده ليك؟ اتغيرتي ما اتغيرتيش؟ إيه اللي حصل؟ أول شيء بدي أتشكرك كثير، وهذا من فضل الله من فضلك دكتور. الطاقة اللي كانت موجودة عندي والحب والشغف لأشياء كثير بالحياة، هاي ما طلعت إلا من مقابلة حضرتك، من معرفة حضرتك، من خلال الكورس اللي عم تعطينا إياه. رغم الضغط والمعلومات الكثيرة، رغم المعلومات الكثيرة دكتور، بس صدقني مفيدة جدا جدا يعني. وعند حضرتك تحفيز قوي، تحفيز قوي قبل ما نتعلم هاي اللغة، نحب هاي اللغة. يعني انت قبل ما عم تعلمنا هاي اللغة عم بتحببنا فيها، وهي قلت حضرتك من قبل، لما الإنسان بيحب شيء بيبدع، يبدع صح. حتى لو كان بعدنا، يعني بعدنا على أول سلم مثل ما بيقولوا، بس يعني بنحمد الله. أنا من جهتي دكتور
لأقول لك استفدت، طبعا استفدت، في شيء بمفهوم يتغير. استفدت أكيد لأنه ما كان عندي أي شيء عن هاي اللغة، بس من خلال حضرتك عرفنا، عم نعرف حقيقة هاي اللغة. والحمد لله أنا استفدت، صار عندي صرت يعني لما بدي اقرأ أي شيء أو تجيني أي رسالة على الإيميل أو يجيني، صرت على القليل اقرأ. رغم إنه بعد عندي كلمات، بعد عندي مشوار طويل مع حضرتك، بس صرت تحس بحالي إني صرت أمسك، مش إني أتعدى الرسالة وخلص إني أمحيها وخلص، لا، صار عندي حب إني أقراها، إني شوف شو مضمونها، إنه شوف الكلمات الجديدة، صار في حب، صار في شغف لهذه اللغة، وهذا من فضل الله وفضلك دكتور. وبعدنا بأول الطريق وصلنا لهون بهاي المحبة، بهذا الشغف، بهذا التعلم، وصلنا بعد بداية الطريق، وصار وإن شاء الله منكمل ومنصل ومنكون نحن عند حسن ظنك فينا، لأنك إنسان معطاء وخير وكريم بكل شيء. في أشياء دكتور أنا اليوم عم بهرجها لزوجي، معلش بدنا ندخل بموضوع ثاني، قلت له يعني عم بحكي عن حضرتك، عم قل له الدكتور عم بيوعينا على أشياء لولا معرفتي فيه بهذا الكورس أنا ممكن مش راح اسمعها من حدا دكتور. لو بعد أنا صار لي 6 سنين بأمريكا، 6 سنين ونص، في أشياء يمكن أنا بعرفهاش، بس من خلال حضرتك عم تعطينا إياها من غير ما عم تسأل، كلمة واحدة عم تفتح لنا أفاق عند حضرتك. إذا بنسألك كلمة واحدة بالإنجليزي عم تفتح لنا باب، يعني كأنه باب، أنا حسيته باب من كأنه هيك عم تفتح لنا باب على روضة ملياني زهور، ملياني أشياء، بتعطينا أشياء إيجابية بالواقع اللي نحن عايشين، وخاصة نحن اللي بداخل أمريكا نحن محتاجين هذا الشيء. نعم. وإن شاء الله يا دكتور منكون عند حسن ظنك. ربنا يخليك. أنا أشكرك يا أستاذة باسلة، وأنا فرحان والله باللي أنت بتقوليه دوت، يعني حاجة تفرح حقيقي، أنت نموذج حلو قوي. و ان شاء الله عند حسن ظنك. استمر يا باسل، انت يطلع منك. انا لسه طبعا ما طلعتش منك المستوى اللي انا عايزه، بس يطلع منك يا باسل حاجات كتير حلوه قوي قوي. انت عندك شغف بالتعليم رهيب، جميل قوي ان الاقي ست بالشكل ده، ان الاقي ست عايزه وابني مش عارف ايه، وابني نزل لي ايه، وابني عمل ايه، وعايزه يا دكتور. ده الانواع اللي هي بتنجح. لنا بقيتي دوت، ده شرف ليا باسلة، وانا سعيد جدا بتقوليه دوت. هذه الحقيقه جداً. الحمد لله، هي الحقيقه، هي الحقيقه دكتور. انا مش عم جيب اي شيء ولا عم بالغ، انا عم بحكيك اللي سمعته واللي شفته واللي فهمته، فلازم قوله. انا من واجبي اني اقول اللي حاسه فيه واللي عم ترجمه بارض الواقع، يعني مش اكثر. الحمد لله، واشكرك كثير كثير. ربنا يخليك، اشكرك يا باسلة، وبالتوفيق دايما، وكيب جوينج مان، كيب جوينج، يطلع منك حاجات حلوه قوي معايا ان شاء الله. والتوفيق للجميع. انا بتمنى الخير للكل ان شاء الله، اللي بعرفه سلام لجوزك وسلام لاولادك. تسلم يا دكتور، بيوصل ان الله ان شاء الله. امين يا رب. ومن باسلة من عندنا هنا في امريكا انتقل برضو، احنا لسه في امريكا ومعايا الاستاذه هنا. اهلا بك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا دكتور. انت لما جيتي لي افكر يا استاذه هنا، يعني يا دكتور الانجليزي، واحنا دلوقتي فاكر كلمتك، وهي احنا بنتعامل مع المجتمعات العربيه في امريكا، وفاكره اللي قلتيه بالظبط يا هنا ولا ايه؟ اكيد يا دكتور فاكره، لان انا عايشه بامريكا، لكن انا عايشه في مجتمع عربي، كل اصدقائي، كل عيلتي، حتى التلفزيون عربي. مجال شغلي مش بتعامل مع امريكان، مع جنسيات مختلفه طبعا، كلهم بيتكلموا انجليش بالاكسنت بتاعهم، فانا مفتقده جدا اللغه الانجليزيه بالاكسنت الامريكي. فلما شفت
كورسات يعني فيديوهات حضرتك وحبيت ان انا اشترك مع حضرتك. كان زي ما الزميله قالت ماجي ان هيبقى كورس زي اي كورس، لان حاولت قبل كده ادرس هنا في امريكا في الكوميونتي كوليدج وما استفدتش الاستفاده اللي انا حباها، يعني مش قادره اتكلم بالاكسنت الامريكي. كتير بسمع الامريكان احيانا مثلا، اكيد عشان هنا فبسمع في اي مجال بسمع، مش بقدر ودني مش قادره تلقط الكلمه، بيتكلموا بسرعه جدا وباكسنت مختلفه خالص عن اللي انا دارسه بيها. فلما دخلت مع حضرتك بالامانه وبشكرك جدا جدا، لاني حسيت ان انا لاول مره ممكن انطق الاكسنت الامريكي صح. فدي حاجه بصراحه يعني انا كنت اساسا يأس ان انا اقدر اتكلمها، فحضرتك فتحت لي افاق وطريقه وبسلاسه وببساطه وبفكاهه حببتني جدا في اللغه ورجعت لي حلمي القديم وانا صغيره، لان انا كنت حابه جدا اللغه وانا صغيره وكان عندي شغف رهيب لما كنت عايشه في بلدي، بس للاسف ما لقيتش اي طريقه انها تفتح لي المجال او تساعدني ان انا اتمكن من اللغه صح. يمكن حضرتك جيت لي في الوقت شوية المتأخر بالنسبة لي، لأني كنت أتمنى من زمان إن أنا ألاقي مدرس زي حضرتك وأنا صغيرة زي محمد مثلا. يعني الحمد لله بإيده. ربنا بيحبه إن إن لقى حد ياخد بإيده وهو لسه زهرة بتفتح، طبعا فدي مرحلة إحنا افتقدناها، بس الحمد لله ما راحتش مننا، على الأقل قدرنا نقابل حضرتك وإن شاء الله مستمرين يا رب، لأني حضرتك حطيتني على الطريق الصحيح. الأكسنت بتاعتي اختلفت كتير، عندي كمية فوكاب عالية جدا، حبيت الكورس وحبيت ما زهقتش خالص من الوقت وحابة أكمل وعندي شغف رهيب. بشكرك جدا جدا يا دكتور بجد على التميز وعلى الأمانة وعلى الضمير وعلى كمية المعلومات الرهيبة اللي حضرتك بتديها بأمانة وضمير وتفتح لنا فيها آفاق جديدة. ربنا أشكر يخليك، حضرتك. انا اشكرك يا استاذه هنا، وبالتوفيق دايما وبالنجاح الدايم دايم في عملك. اللي انت قلتيه ده دي حاجه تشرفني، وان شاء الله الى الشرف الامام لينا احنا دايما. يا دكتور بالأمانة، الشرف لينا، يعني ربنا يزيدك علم. الحمد لله، اشكرك يا استاذه. ومن امريكا هرجع تاني لامريكا، بس ناخد دلوقتي العراق، وهرجع لامريكا ناخد العراق، والعراق معانا بما سوف يكون في المستقبل دكتور محمد. والدكتور محمد نموذج حلو قوي قوي من العراق الشقيق، هنسمع تجربته. حقيقي الباشمهندس محمد، انا بسميه الدكتور محمد لان داخل على البي اتش دي من تركيا في مجال سيفل انجينيرينج اللي هو الهندسه الميدانيه، نموذج رائع، نموذج يعني فعلا يعني حاجه من ضمن الناس اللي هي مجتهد جدا جدا. طب نسمع كده المهندس محمد، اتفضل يا باشمهندس. ازيك يا باشمهندس محمد؟ الله يحفظك، السلام عليكم دكتور وعلى الاخوان. حقيقه دكتور بالبدايه شكر جزيل لجنابك انه تعطيتني هذه الفرصه انه اكون بهذا الكورس الرائع بوجودك ووجود الاخوه. يعني انا سابقا ما دخلت كورسات لغه انجليزيه، لكنه اطلعت على عشرات الكورسات عن طريق الانترنت وعن طريق زملائي. نعم. اغلب الكورسات اللي موجوده هي عباره عن مناهج تقليديه كلاسيك، معتمدة على أنه كل محاضرة لها موضوع معين بها نوع من الملل. المحاضرات معك دكتور يعني أمانة هي منهاج شامل، يعني من خلالها تقدر تراجع وتتعلم كل السكيلز اللي انت محتاجها، listening, reading. يعني أنا واحدة من العقد اللي كانت عندي هي يعني موضوع الجرامر. أنا اليوم متفاجئ شلون قدرت أتعلم الجرامر هذا، يعني بطريقة سحرية تعلمت كثير من المواضيع بالجرامر بدون يعني interactive lectures. يعني a lot of communication between يعني the students and the professor, also between the students. نعم. المحاضرات اللي حلو اللي بيها هي يعني محاضرات مرتبطة بواقع الحياة، لها علاقة بثقافات، تنوع مواضيع جميل جدا. يعني دكتور أحسك إنه حضرتك لما تيجي الصبح ما محضر، يعني تيجي بالنسبة لوقتنا الصبح المحاضرة ما محضرها، أحس إنه أول 10 دقائق 15 دقيقة لما تحشو يعني تقرانه، فاحسك انه ترتجل هالمحاضره تجي مناسبه حتى للوضع النفسي. انه يعني رغم انه اني مشكله وضعي بالعراق جدا جدا مشغول، لكنه الشغف اللي حضرتك خلقت تجبرني انه اخلق وقت. عندنا بالعراقي نقول انه هذه محاضره دسمه، يعني محاضرات يعني مو صحيح انه
أقرأها خلال وقت فراغي، محاضراتك تستوجب أنه أنا أخلق لها الوقت المناسب، كل ساعة من محاضراتك يعني الله شاهد، يعني لازم أهيئ لثلاث أو أربع إلى خمس ساعات كل ساعة، لأنه مو صحيح أنه تعبر المحاضرات، محاضرات دسمة بمعنى الكلمة. بالإضافة إلى ذلك، خدت يا باشمهندس، خدت كورسات عندك في العراق قبل ما تجيلي ولا إيه؟ لا ما أخذت، لكنه طلعت على عشرات الكورسات يعني. أنا يعني حقيقة صار فترة طويلة أبحث، بس يعني ما قفت شيء جذبني. مقطعين جنابك بالفيسبوك حسيت أنه هنا أنا راح أستفاد. أنا أعتبر هذا جزء حظ الله سبحانه وتعالى، مرات يرزق الإنسان فهذا الحقق بأنه جنابك قبلتني. بالإضافة إلى ذلك دكتور، يعني حتى الأشخاص يعني الشخصيات اللي تختارهم يعني النماذج اللي موجودة يعني نماذج رائعة وخليط، يعني كأنما بستان ورود ألوان وعطور مختلفة. يعني أنا بالإضافة الفائدة الكبيرة كبيرة جدا من جنابك الأخوة والأخوات اللي موجودين بالكورس، أنا كل يوم أتعلم منهم شيء جديد على مستوى الثقافة. فأشكرك جدا لأنه سمحت لي بهذه الفرصة، وأتمنى أنه تسمح لي أيضا أنه أستمر وياك حتى أحقق شيء اللي أريده. يبارك بيك دكتور بالأخوة. أهلا بيك، أهلا بيك يا باشمهندس محمد، وطبعا أنا فرحان بك جدا، نموذج مشرف جدا من دولة العراق الشقيق. وعندما نتكلم عن العراق فنتكلم عن الثقافة العراقية، يعني دي معروفة، حضارة بابل والعراق حاجة فعلا تشرف. والبشمهندس محمد حاصل على درجة الماجستير من العراق، وأمله وهدفه أول ما قال لي كده أنا عايز أعمل الدكتوراه بتاعتي في تركيا، يعني بما سوف يكون في المستقبل القريب العاجل هيكون الدكتور البشمهندس محمد حاصل على الدكتوراه في مجال الهندسة المدنية من دولة تركيا. أهلا بك يا باشمهندس، وأنا فرحان بيك جدا جدا جدا. أشكرك يا باشمهندس. شكرا دكتور، الله يحفظك.